دخله لي. تقدر تستنى بره. انت مين وجاي هنا عايز ايه؟ ليه عملت فيا كده؟ ليه يا زينب؟ ممكن تشرح لي انت عايز داليا هانم في ايه بالظبط؟ ساكت ليه يا جدع انت؟ ما تتكلم وتخلصنا. انا ما اذيتكيش في حاجه، بالعكس أنا حبيتك، أمنتلك على حياتي وعلى فلوسي. عملت فيا كده ليه يا زينب؟ واضح إن في لبس في الموضوع. من فضلك ما تتكلمش دلوقتي خالص. أنا قعدت كتير أقلبها في دماغي، ما لقيتلكيش عذر واحد. تكذبي عليا يا زينب وتخليني اتجوزك وانت على ذمة راجل تاني، وبعدها تروحي تتجوزي واحد تالت؟ ايه الفجر ده؟ لازم اهرب. كوثر هددتني انه هي كانت هتفضحني. كوثر قتلتيني ليه؟ والله ما كان قصدي اسرقك. انا ساعتها كنت تايهه، ما كنتش عارفه اتصرف، واخدت الشنطه فاكره ان انا هامن نفسي عشان ما نمش تاني في الشارع زي ايام ما جيت لكم. ولما دخلت القطر وفتحت الشنطه ولقيت ان اللي فيها كان كل اللي حيلتك، ذهبك وفلوسك. زعلت قوي من نفسي، انا ما كنتش عايزه اسرقك والله. منك لله بعد اللي عملتيه فيا ما بقتش اثق في حد، بقت كل الناس في نظري غشاشين وحراميه وكدابين بسببك. خلاص نتكلم عن المكشوف. الذهب والفلوس اللي خدتهم منك داليا كانوا كام؟ داليا ساعتها كان اسمها زينب. كام؟ هو انت بتسألني ليه يا استاذ؟ انت تديهم لي 2 مليون جنيه. محروس أنا عايزة أعوضك على اللي خدته منك 5 أضعاف. أنت في يوم من الأيام كنت البني آدم الوحيد اللي عاملني معاملة حلوة. أنت اتجننت ولا إيه؟ أوعى أوعى أنت! سيبه يا مختار، سيبه. أنا هبلغ عنك البوليس. بلغ البوليس. يلا هات البوليس دلوقتي. الهانم محكوم عليها ب10 سنين في القضية بتاعتي، سرقة وتزوير ونصب. هات البوليس. انت غبي! الست دي اسمها داليا نور، سيدة اعمال كبيرة في البلد، محدش هيصدقك. تليفون واحد هتتحبس، ولا تحقيق ولا قضية ولا نيلة. اعقل وفكر قبل ما تتهور. انت ليك حقك وهتاخده. 2 مليون؟ 10 مليون يا محروس. أنا عارفة إن أنا غلطت في حقك، وإن مفيش حاجة أقدر أعملها عشان أعوضك على اللي أنت خسرته. أنا متأكدة إنك بني آدم طيب، وفي يوم من الأيام كنت بتحبني زي ما أنت بتقول، بس ما تخلينيش أأذيك تاني يا محروس.
هتمضي وصولات امانه بضعف المبلغ عشان نضمن ان انت مش هتتغابى بعد كده. افتحوا يا ولاد الكلب، عايز اخرج عايز اخرج. ايه الصريخ ده؟ انتوا بتعذبوا الناس هنا ولا ايه؟ افتحوا يا ولاد الكلب. قلت ايه؟ عايز اخرج. أنا الألم والوجع اللي شفته ما يعوضنيش عنه ملايين الدنيا، بس أنا موافق، مش عايز أشوف وشك تاني في حياتي. ربنا ينتقم منك. هفضل أدعي عليك ليل ونهار يا زينب، ربنا ينتقم منك عشان أنا ما عملتلكيش حاجة. ربنا ينتقم منك يا زينب. كده خلاص محروس ده مش هنشوفه تاني. بس برضه يا مختار انت ما قررتوش على اللي قاله على مكاني. ممكن يكون شافك في اي حته يعني، ممكن يكون في مجله، في خبر على النت. تركزيش. أو ممكن يكونوا بيراقبوني وعلى أساس ده بيعرفوا أنا فين. لا مظنش، بلاش الأوهام. أوهام يا مختار؟ أنت مش شايف اللي بيحصل؟ ما شايف، وشايف إنك يعني ده ليه. في واحد عايز يقابل حضرتك بره. اتفضل. طارق شاهين جوزها وأبو ابنها. دقيقة واحدة وخليك تقفل.